عملناش شكل واخده البلد. اه يعني بقول لك التربينه مضطر يعملها كده عشان ايه؟ يخلي الهواء يمشي دايما في نفس الاتجاه. انا شايفك قال لي فلو مره ايه كده وانت قصيت له مره ايه كده. فغصب عنه حط التربينه اللي هو بين الاثنين عشان يضغط جميع الطرفين. ما يقدرش يعملها كده ولا كده. طبعا الحلول الثانيه ان هو ايه؟ ممكن يعمل بيتشنج. ده بقى مكلف. وده بيرجع على تكلفه مين؟ الكيلو وات اور. انت في الاخر عايز تبيع كيلو وات اور للناس. لما انت تحط لها بيتشنج سيستم كل شويه غير كده يمين وشمال. او ممكن يعمل ديزاين في الشمبر بحيث ان دايما عن طريق مسارات الهواء يخلي دايما الهواء ماشي في اتجاه معين. بس ده برضه ايه؟ مكلف. يعني في النهايه انا عايز ابيع كهرباء للناس بكام؟ بسعر معين. والا ما حدش هيقدر يشتري منه. ايه مشكله الرينيوبل؟ تكلفه الواحد كيلو وات اور بكام؟ انت هتبيع بكام؟ فانت دايما لازم تدور على حلول وطرق ما تبقاش مكلفه بحيث ان اقدر اسوقها بسرعه. شايفين حركه الفلو؟ طبعا البلد بتمشي بتلف ده مستواها. ده الفلو كنترولر. ده طبعا متوصل باللود. اللود لما بيزيد بيفتح، لما بيقل بيقفل حسب اللود ريكوايرمنت او الدماغ. تحت بس ليميت مظبوط. اه ازاي تربية يعني؟ لا هو قصده لا مش هي مش انا فاهم ده السي بي الافشنسي مش هي دي هنحسبها دلوقتي. انا فاهم قصدك ماشي. الكلام ده لو هنتكلم على السي بي لو عندك بي ويند انت هنا ليه ما تنطبقش عليها الكلام ده؟ هل انت عندك هنا بي ويند انت بتتكلم على بي ان اللي هي دي منين؟ اللي هي بي ويند. اه ماشي انت فاهم قصدي؟ يعني دي بيتس اخد موضوع وقعد يستنيه وطب في النظام فين؟ لا لا مش هو ده. هو بيتكلم عن الهواء اللي داخل لها قد ايه؟ فاهم قصدي؟ ماشي بس هو بيبقى بس في هواء جاي بسرعه معينه لو بيخرج بسرعه قل. لا هو هنا بيحاسب على الويف. اه الويف انبوت الاساس. ما هو الويف ده هو اللي حرك الهواء اللي هيخرج التنين. فانا بحاسبك على مين؟ على ده انبوت ويف انبوت. هي ده هو ده الاساس بتاعك. وانا حولت منه كام؟ اخدت منه كام؟ يعني هو ايه السورس بتاعك هنا؟ مش اوبن مش اوبن ويند مش فلو اريا. انا باخد مين؟ الانبوت ويب انرجي اللي داخله من السيستم بتاعي. في التايدل باور بقى تركب في التيدل قد الميه على دبس معين زي ما انت شايف اهو.
وبيسمح طبعا للتربينه انها تشتغل برضه في الاتجاه ده. دي هناخدها بالتفصيل برضه، دي بقى ليها مشاكلها زي ما انت شايف. بيستغل طبعا حركه التايت هنا، مره التايت هنا بيبقى عالي فبتمشي في الاتجاه ده او بترجع في الاتجاه دوت زي ما انت شايف. بيستغل طبعا حركه الويف بتاعت التايت على دبس معين في اماكن معينه انه يقدر يعمل كابتشر للتايت الانجن الموجود. دي برضه ليها حساباتها هناخدها بالتفصيل. قال لك عشان اركب تايب بلانت لازم يكون عندي هيد قد ايه تقريبا، عشان كده بيعمل ايه جنبها ستورج تايب. يعني مش بيركب التربينه في التايب دايركتلي، لا ده بيخلي التايب يروح يعبي خزان ورا. الناس فاهمه قصدي؟ يعبي ستورج تايب اهو، ولما يوصل الهيد ل 5 متر تبدا التربينه تشتغل. يعني ما بتبقاش دايركت على طول شغال رايح على رايح، لا عشان تبقى افيشنت زي الكاتن سبيد بالظبط، عشان تبقى افيشنت ما ينفعش اشغلها كده وخلاص رايح مع الميه وجاي مع الميه، لا اولا عامل ستورج درجه ان في كونتينيوتي وفي سستينابيلتي للانرجي بتاعتي. الحاجه الثانيه الافيشنس عامل بيزيد، يعني هو بيسمح للميه تقعد تخش 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 ويحوشها، ولما توصل لليفل معين طبعا في عندي زي ليفل كنترول يسمح للتربينه تشتغل ترجع تاني وهكذا. تمام، دي حاجات الحاجات دي هي منين؟ من الدراسه، عشان تبقى فيزيبل وعشان تبقى الكهرباء اقدر ابيعها بسعر كويس لازم يكون عندي فرق الهيد ده. كلما زاد ده راح يبقى افضل بكتير، الانرجي كوست بيقل. دي الاوشن اللي احنا قلناها في الاول خالص وانا بشرح الفرق اهو. بيقول ان عند سطح البحر الدرجه بتبقى كام؟ 25 كام؟ 35. في الديب ووتر بتبقى درجه الحراره 37. ممكن استغل هذا البوتنشال ان انا اشغل زي ما انت شايف اهو، اعمل ستيم باور بلانت. ستيم باور بلانت انت عندك بقى كميه مهوله من الايه؟ الكيو، عندي كميه كبيره قوي كيو، الكيو اللي هي نقص هتساوي ام دوت ووتر سي دلتا تي ووتر. مش عندك فرق في كام درجه الحراره؟ قول حوالي 25 في كميات كبيره من الميه. تمام؟ في السي فممكن الكيو دي اقدر اسخن ايه؟ بويلر يطلع لي ستيم اشغل بيه ايه؟ ستيم تربل ارجع اكثفه بايه بقى؟ باستخدام الميه اللي في الديب ووتر واعمل سايكل عامل ماشي. بس دي مش عليها انت درستها، انا بس ذكرتها كاحد انواع الاوشن. هم الثلاثه بيندرجوا تحت الاوشن انجي. اوشن بتسخن الميه ازاي بس؟ بس بيستغل فرق درجات الحراره من ده وده. دكتور هو احنا درسنا النوع ده في اريزونا مش بيستعملوا المياه كفلو فلوينت في الموضوع ده، بيستعملوا الامونيا وبيستعملوا الارس 154 و155. الامونيا اللي هو اوبريتد تمبرشر مظبوط صح تمام، مش بيستعملوا الووتر يعني بيبخر بيه ستيم. الستيم محتاج درجه حراره اعلى صح، فهو بيستخدم حاجات امونيا او اللي هو الفلو كلور كربون اللي يقدر يتبخر عند درجه الحراره دي اورجانيك او بيسموها اورجانيك 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 سايز اورجانيك ميتال سايز. انت خطرت طبعا ماده ايه؟ في الباور بلانت برضه باور بلانت، بس مش طبعا اوشن يعني، بس هي اصلها اوشن. هو احنا اي حاجه بتطلع كهرباء درسنا في اريزونا. انت اخدت الويفز والحاجات دي؟ لا ما بتطلع كهرباء اهو. ما هو بشرح الدكتور شرح النظري بتاعها بس ما خدناش يعني خدنا اللي هي الابنورمال اللي هي بتبقى في الميه وبتقعد تتحرك فوق وتحت، او اللي هي لينير. ايوه والبوينت خدناها بس الثيوري اوف اوبريشن بتاعها وان احنا نخش ان ديب بتاعها ده ما درسناهوش، بس احنا درسنا ان دي كفكره عامه. ده اللي اوت هول البلانتس. هنا بقى عايزين بقى بعد معرفنا البوتنشال بتاعنا عايزين بقى نراجع بقى كونفرتر. هذا الكونفرت طبعا مرتبط بالكومبوننتس. ايه المطلوب مني؟ بعد ما حددت بقى حددت الويف هايت والبوتنشال عندي والدايركشن نبدا نعمل السيستم بتاعي. ممكن السيستم يبقى مش ثابت او فلوتنج حسب بقى الايه؟ الاوسيلات الموشن اللي في هذا المكان. تمام؟ لو جيت طبعا ده شكل التايت كارنت زي ما انت شايف اهو، ده لو عندك تايت او لو عندك امواج ده شكل الويف موشن بتبقى عامل ازاي؟ وهنا طبعا لازم بيحط حاجه على سطح المايه نفسها اللي هي بتستغل حركه الموشن نفسها. الحركه دي بتنتقل الى هذا الجهاز سواء بقى عن طريق اوسيليتنج اير فولو او عن طريق بوينت ابزوربر او عن طريق لايت ابزوربر او عن طريق توفينج. بيستغل الحركه دي ويقدر يشغل السائل اللي عنده دي. هو ده اللي احنا عايزين ندرسه بالتفصيل. لازم يراعي بعض الحاجات، يسيب مسافه معينه بسبب الانتر اكشن مع السيجو ودبس معين وعلى ارتفاع معين في اعتبارات. ما ده بقى هنا بقى النولج، يعني هنا بقى السبمرج قد ايه
كام؟ وانا احط جوه ولا بره الموضوع بقى عايز دراسه. طبعا لو جبت الكبارت دوت هتلاقي ادي الشكل بتاعه. محتاجين طبعا في كنترول، ادي الجنريتور لازم يتبرد، كل ده موجود في قلب الميه. الموضوع مش بالسهل زي ما انت شايف. في هنا بقى عندي حاجات جوه اهو لازم نحط دي في كنترول، في فيدباك كنترول اهو. وده بينقل بقى هنا بقى ده الجزء اللي بينقل الحركه الميكانيكيه اللي هيركبها على سطح الميه نفسها. فالسيستم كومبليكيتد، مش زي ما انت متخيل هو مش شويه حاجه بتلعب كده وخلاص. لا، السيستم كومبليكيتد، فيه تصميم لحاجات جوه زي ما انت شايف، كل حاجه لازم تشطرها او تصممها بعنايه. طيب في بعض الحاجات عايزين نحسبها. انا اخر مره ما حسبتش افشنسي، انا حسبت الايه؟ الويف انرجي. هنا ما عندناش حاجه اسمها افشنسي، بنسميها ايه؟ كابتشر ويتس. كابتشر ويتس بتعبر عن افشنسي. كابتشر ويتس، يعني ايه كابتشر ويتس؟ انا عملت جهاز كونفرتر، الجهاز دوت داخله ايه؟ انبوت ويف انرجي اللي هي بي ويف. احنا حسبناها المره اللي فاتت اللي هي كانت كام؟ البي ويف كانت بتساوي الانرجي بتاعت الويف في السي جروب اللي هي السي جي في الويتس، في الويتس بتاع الويف. تمام؟ طب انا حولت الى كام؟ دلوقتي هبدا اركب جهاز، هل هيحول كل الانرجي دي لويف؟ لا، في حاجات مش هيقدر ياخدها وفي حاجات نص تطلع غصب عني، فانا اللي انا اخدته اخدت في اوت. هنا بقى بتوع الويند او بتوع الويند بيسموها باور كوفيشنت، بتوع الويند بيسموها كابتشر ويتس. انت اخدت قد ايه او استغلت قد ايه؟ اسمها سي دبليو كابتشر ويتس. ايه الانرجي اللي انت قدرت تحولها او انت تاخدها فعليا؟ ده طبعا رقم اقل من الواحد. ماشي، دي مسميات بتوع الويند، دي ترمينولوجي معينه، ودي القوانين اللي احنا قلناها المره اللي فاتت اللي هي الجروب انرجي اللي بتعبر عن الريت بتاع الانرجي. الانرجي دي باخدها في زمن قد ايه؟ وده مرتبط بالفريكونسي اللي هو 1 على 2 في 1 زائد 4 دي على ساعه. طبعا في الديب ووتر لما الدي في الحته دي، لما الدي الدبس يكون اكبر من الويف ديبس على 2 كده دخلت في الديب ووتر. بالظبط، برافو عليك. الترم ده بيتصفر، بتبقى نص الريت اوف جروب انرجي بيبقى نص سرعه الويف كريست، نص سرعه الويف سي على 2. ده في حاله الايه؟ لو بتكلم عن الديب ووتر. لو بتتكلم عن الرينج دوت او ده، لا يبقى في سرعات ثانيه بتتاثر بالسي. تمام؟ الويف لودنج طبعا يهمني اعرف الفورس اللي على الستراكشر كام. دي حاجات لازم تاخدها في الاعتبار. الدايناميك ستريسز، الويف لودنج، الويف لود. الفورس اللي على الستراكشر، الفورس اللي على الستراكشر سواء بقى ده او ده او ده او ده او ده، ده هنا دايناميك لودز كبيره جدا شغاله عماله تعمل ايه؟ تخبط في الاستراكشر، فتيج وريبيتد ستريسز عنيفه جدا. تمام، فانت بتعمل ايه بقى؟ لازم يكون عندك استنيت. الويف لود اف هتساوي انت عندك انيرشيا، الانيرشيا بتاعت الحاجه اللي بتتهز دي، ما دي ليها انيرشيا ما بترجعش مع الويف بسهوله. هل لما الويف تنزل السطح اللي بيعوده بينزل معاه؟ لا، لسه متاثر بالانيرشيا. وحتى لما الويف بتنزل بتنزل تحت شويه وبيطلع فوق شويه، ففي فورس زياده بتطلع. زي ما انت سايق عربيه بتيجي بتفرمل، بتفرمل معاك ولا في انرجي؟ ما الانرجي ده بتعكسني، حتى لما اجي بقوم بصعوبه الناس في عندك، في معاك في انرجي، لان هنا في بيستون طالع نازل طالع نازل، ففي انرجي فورس داخله معاك. دي داخله كستريس، الاف انرجي، اف انرجي زائد دي كمان الدراج فورس بتاعت الميه نفسها، اف دراج. الدراج فورس ده احنا خدناه من الفلويدز، ده بيساوي ايه؟ اللي هو سي دي ار رو الاريا في سكوير، ده الفي ويف، ودي البروجيكت الاريا، ودي الرو بتاعت الميه اللي هي 1025. تمام؟ الانيرشيا فورس ادي الاكسبريشن بتاعها، المومنت او الانيرشيا كوفيشنت سي ام في الماس رو في الفوليوم مضروبه في الاريا. لازم يكون عندي اكسبريشن للتوتال فورس المؤثره قبل ما افكر اعمل ايه؟ الديزاين بتاعي. دي البدايه بتاعتي، ده الانبوتس. تمام؟
بعد ما عملت الحاجات دي كلها ابدا ايه نبدا نختار السيستم بتاعي. كويت انرجي كونفرتر، انا عندي العديد والعديد والعديد من الكونفرترز تمام زي ما انت شايف، يعني انواع لا حصر لها. يعني هنا في بتتقسم الى ثلاثه كاتيجوري، في حاجه اسمها اوسيليتنج ووتر كولوم ده اللي هناخده النهارده بالتفصيل مع اير تربل اهو ادي شكله اللي هو ده اوسيليتنج ووتر كولوم. النوع الثاني في اوسيليتنج بادي ممكن يبقى لاين او بوينت، ممكن يبقى فلوتنج او سبمرجنت. نفس الكلام الاوسيليتنج كولوم ممكن يبقى برضه فيكس ستراكشر، ممكن الكولوم يبقى فيكس، ممكن الكولوم يبقى جرع برضه يبقى ميه او تبقى فلوتنج. يعني ده في ده موجود ده موجود، يعني ممكن حتى بهذا الشكل ده غالبا بيبقى ايه فيكس، ممكن يركبوه بحيث انه يعوم على الميه. وده ليه حسابات وده ليه حسابات. طب واحد يقول لي ليه يا دكتور؟ اكيد ده كويس في اماكن معينه واكيد ده كويس في اماكن ثانيه، ومين اللي بيحكمني؟ السورس نفسه السايت. يعني واحد ما حدش انت تعمل سيلكشن، فعشان كده لازم نعمل فيزيبيلتي ستادي قبل ما اركب ديفايس بشوف مين انسب واحد فيه. ما انا هدفع هنا كم وهنا كم وهنا كم وهنا كم وهنا كم وهنا كم. زي ما انت شايف انواع كتير في اوفر توبنج ويز لو هيدروليك تيرب، دي الاشكال اللي هي ده اوفر توبنج هنعمله بالتفصيل اهو، بيسمح ان الميه تطلع فوق على هايت معين وتمشي تمشي تتعبى تتحوش في الخزان وتنزل فول من المسارات دي بيركب منها تربينات ميه. تمام؟ في بقى ده البوينت ابزوربر، شايفين شكله عامل ازاي؟ البوينت ابزوربر في حتى في نوعين ممكن يتسدد في قاع البحر وممكن يبقى عايم اهو. ده بوينت نقطه طالعه نازله مع حركه الويف، في هنا دي لاين ابزوربر بيتحرك برضه مع حركه الويف، وفي هنا حاجه زي البندول بدال رايح جاي مع الويف. يعني كل دي ناس بتفكر نستغل الويف بكل الاشكال. واضح للناس؟ مفيش حاجه كامله ومفيش حاجه ادفانتج اكس ادفانتج ما نقدرش نقول، ده برضه بيعتمد على ظروف السايت نفسها وحاجات كتير قوي اللي بتكون في النهايه هي الكوست والكباستي اللي انت تقدر ايه تاخدها. تمام؟ دي تقسيمه ثانيه اهي التلاتة كاتيجوري. النهارده هناخد ده حساباته بالتفصيل اللي هو ايه؟ الاوسيليتنج ووتر كولوم. ان شاء الله المره الجايه هناخد ده اللي هو الاوسيليتنج او الانتجريتد بار، وان شاء الله اللي بعدها هناخد الاوفر كولوم ديفايس. نيجي للاوسيليتنج ووتر كولوم. زي ما انا قلت الفكره كلها يعمل ديفايس يحول حركه الويف الى اوسيليتنج. الناس طبعا بتفكر الموضوع لسه جديد مش ويل ستابلد، فممكن يبقى الكولو شايفين الكولو عايم، شايفين الكولو عايم على الميه اهو، عايم بيتراجع معاها وادي نفس الكلام الويب بتدخل ويبقى عندي فيه اوسيليتنج ايه؟ اير. او ممكن يبقى فيكسد، ده بيسموه فيكسد استراكشر شور لاين بيثبت عدد الساعه، ده ممكن احطه في قلب الميه. يعني ده بيبقى ايه في قلب الميه اسمه فلوتنج اوسيليتنج ووتر كولو، بيثبت في حته بعيده جوه وبيعايم معاها. طبعا لازم يكتب تحت الايه؟ بسلسله عشان ما يمشيش مع امواج. تمام؟ هل ده كويس؟ مش عارفين. هل ده احسن؟ برضه ما نقدرش نعرف، لازم تعمل ايه؟ حسابات وتقيس وتعمل موديلنج وسيموليشن وتشوف البوتنشال. لو ست سنه شغال لازم يكون عندك بريدكشن. اي واحد بيفكر يركب يعمل مشروع لازم في الاول يكون عامل حسابات مبدئيه في الاول. انتوا حتى في المشروع بتاعك قبل ما تصمم الديفايس بتاعك مش بتعمل حسابات؟ ولازم تعمل سيميليشن، وبعدين تيجي بعد كده بعد ما انت وصلت للفاينل او اوبتمايزد ديزاين تبدا تنفذ. ما حدش يقول لي انا هعمل يلا ده او هعمل ده، لازم يكون في الاول دي مراحل المشروع نفسه، تعمل فيزيبيلتي ثم ديزاين ثم سيميليشن بعدين امبلمنتيشن. تمام؟ ده ليه كالكوليشن وده ليه كالكوليشن. نيجي للنوع الاولاني اللي هو الاوسيليتنج اللي هو الفيكسد ستراكشر. ده سكتش للفيكسد ستراكشر اهو، ده طبعا ثابت. هو الاستراكشر ثابت ما بيتغيرش، ما بيتاثرش بحركه الويف نفسها اهو. وادي الويف زي ما انت شايف ادي الويف اهي. وده الخط اللي بيمثل مين؟ الستيدي او الستيل ووتر ليفل، يعني لو سطح البحر كان واقف ده سطح البحر بتاعي. ده الويف هايت من الترف لغايه الايه؟ البيك او الكريست.
في ليه غاطس هذا الديفايس غاطس تحت بمسافة معينة أسفل سطح البحر. تمام؟ احنا بقى مش عارفين هو نزل قد ايه، كل ده بيأثر، يعني هتلاقي السيستم ديزاين بيتأثر بالحاجات دي. محدش يقدر يقول ده نازل قد ايه. وده ليه ديامتر معين دي. تمام؟ حركة الويف بتنتقل إلى هذا الكولو إلى بتبقى إيه؟ بدل ما كان عندي ويف موشن بيحصل لها دامبنج بتبقى إيه؟ مفيش ساين ويف بس تبقى أوسيليتنج. أوسيليتنج ما بين نقطتين. نقطة تحت أهي ونقطة فوق. لغاية دلوقتي ما نقدرش نعرف أو نقول ده علاقته قد إيه بده. يعني كلها هتلاقي هنا كلام ريسيرش كتير جدا. يعني علاقة الويف هايت. طبعا الكولوم أوسيليت ما بين نقطتين. ايه علاقة الـ H1 بالـ H؟ ما تقدرش تقول. خش كده تلاقي بيبرز كتيرة بتقول. فهنا بقى ما حدش بيقول طب أنا عايز أعمل ديزاين. أصمم على كده. يعني الموضوع مش سهل زي ما أنت لا، فلازم يعرف يعمل سيموليشنز ويجرب ويشوف. لأن هتحط استراكشر أو كوست هيعيش معاك مثلا 10 أو 20 أو 30 سنة. لازم حساباتك بقدر الإمكان تبقى إيه؟ مظبوطة يعني مش هقول 100% بس بنسبة 70 80%. تمام؟ طيب وزي ما أنا قلت حرارة سرعة الهواء هنا تبقى ايه؟ قليلة. فعشان كده بيقلل الضغط الى مساحة اصغر عشان يزود بين سرعة التربينة. فعلا الدنيوتي تلاقي سرعة التربينة بتزيد وبيركب التربينة اهو دي بتعمل بقى تنهار وبيجي البيت. في هنا حاجة اسمها الناتشرال فريكونسي بتاع الكولوم. الناتشرال فريكونسي بتاع الكولوم، الكولوم ناتشرال فريكونسي بتساوي ايه؟ ده في حالة مين؟ الفيكسد ستراكشر. الفيكسد ستراكشر اي حاجه في الدنيا ليها ناتشرال فريكوانسي. حتى فايبريشن اصلا عن فايبريشن اي حاجه في الدنيا المبدا ده ليه ناتشرال فريكوانسي. الاف ناتشرال الكولوم ناتشرال فريكوانسي. اف سي ده بنتكلم على ده اللي هو الفيكسد. الفيكسد اوسيليتنج ووتر كولوم. الاف سي يساوي روت واحد على 2 باي مضروب في جي على ال واحد زائد ال واحد اتش. ايه ال واحد دي؟ الغطس بكام؟ هنا بقى الديزاين. تلاقي الديزاينر لو واحد بقى بيختار ال فايل دي بيعمل اتريشنز. هل الديزاين بيجي من اول مره؟ ما بيجيش من اول مره، بيقعد يجرب. كام هاي كام مش عارف ايه وجرب الفايلز مفيش حاجه تيجي اول مره محدش بيبقى عارف. دي بقى النولج او بيسموها سر الصنعه. محدش بيقول ده كام وده كام وده كام. حتى لو رحت سايت مش هيقول لك قول لي ايه الفايل دي كام او الانجل كام او بتعمل ايه. ممكن حاجات ما تقولكش عليها بيتكلم بصفه عامه بس ما بيقولش التفاصيل. ال داش ال داش ده عباره عن ايه بقى؟ الافكتيف ديبس اللي هيجي نتيجه دخول الميه جوه هنا. طبعا الميه بتدخل اهو الى الكولوم ففي ادد ماس دخلت جوه. ففي لينس هيزيد على ال1. يعني هنا ال1 احنا عايزينه منين؟ ماشي بس هل ده ثابت على طول؟ هل ده ثابت على طول؟ لا يعني مش في كتله دخلت جوه. طب الكتله دي دخلت قد ايه؟ ما دي هتزود اللينس ده يعني الخاطس ده هيزيد شويه. هيزيد قد ايه؟ ما نعرفش. حتى هتلاقي في المساله هيقول لك اسيوم ال ال داش 20% من ال 1 ده اسامبشن. تمام؟ افتح كده ريسيرش دي ممكن تبقى بيبر لوحدها بيبر. وده ممكن يبقى بحث لوحده عشان يقدر يجيب بس ال ال داش. الناس متخيلين؟ يعني الموضوع مش ستريت فورورد. انا مش بحل مساله كده على طول يلا جوه كده. الموضوع فيه طبعا فيه محاولات. هو طبعا عايز يوصل لايه؟ احسن حاجه بالظبط. احسن حاجه. فهنا في مجال ريسيرش مفتوح. حتى الان الناس شغاله في الكلام ده، بيبر شغاله في هذا الموضوع. فهنا بقى اللينس او الغاطس بتاع الوتر لينس اوف الكولوم. وده الان داش الافكتد لينس اللي هيتجمع او هيتضاف نتيجه دخول الكتله الى مين؟ مش في مرة فاكيد ده مش ثابت. ده يبقى ثابت ايه ده؟ لو صوت الميه ثابت بس اكيد ده هيتغير لان لازم اجمع جزء على اللينس بتاعي. ده هيحدد مين؟ اللي هي الكولوم ناتشرال فريكونسي. من الكولوم ناتشرال فريكونسي لو انا قلت
الفريكوانسي كده بجيب مين؟ زمن الموجة نفسها اللي هي ناشونال ديجيت اللي هي تي سي واحد على اف سي الموجة نفسها. في بقى الفريكوانسي نفسه ده ليه فريكوانسي؟ لما احب احوله الى هايلر فريكوانسي اوميجا سي، الاوميجا سي هيساوي 2 باي على تي سي او بيساوي 2 باي في اف سي. ده لينير فريكوانسي وده اسمه راديان فريكوانسي. ده بيتقاس بالهرتز وده بيتقاس ريت بيرسنت. ماشي، طالما بتكلم على حاجه اوسيلاتري لازم احسب لها الفريكوانسي والزمن الدوري بتاعها والحاجات دي كلها. ماشي، طيب في حاجه ثانيه لازم احسبها، الفورس اللي دي مش هي كان المايه كانها بيستون عمال يضغط بوش الهواء اللي فوق، كان التخان كده في عندك بيستون زي الانجن طالع نازل، مش الهواء ده اتحرك لفوق، طالما اتحرك لفوق اكيد في بوشنج فورس او في فورس اثرت عليه. الفورس دي هتساوي ايه؟ عايز احسب الفورس بقى بتاعت الكول، الفورس اللي على نقطه الكول، ما دي الفورس اللي بتحرك. انا حولت الويف انرجي الى ايه بقى؟ الى بريشر انرجي، بقينا في عندي بريشر مش بتضغط الهواء عشان يمشي، كان في عندي بيستون بوشنج ات. الاف سي هتساوي ايه؟ الفورس اللي على نقطه الكول اف سي تساوي البريشر اللي بيأثر بيه سطح الميه مضروب في الاريا الكبيره. البريشر في الاريا الكبيره اريا واحد، انا عندي خلي بالك اريا واحد واريا اثنين، باخد الاريا الكبيره. الفورس اللي على سطح الميه مضروب مين؟ في اريا واحد. الاريا دي عباره عن مين؟ دايره. لو الكولوم بس طبعا خلي بالك لو الكولوم دايره، في الفيديوهات كان الكولوم كان عباره عن مربع مربع او مستطيل، فخلي بالنا من الكروس سكشن. يعني هنا لو فرضت انه دايمتر، لو كان دايمتر يبقى سنتر، يبقى ده عباره عن مين؟ كروس سكشن ايه؟ كروس سكشن ايه؟ لو كان دايمتر يبقى ايه؟ باي على 4 دي 1 سكوير، ولو كان مستطيل تبقى بتقول اكس 1 و اكس 2 اكس 1 اكس 4. ماشي؟ الكروس سكشن اللي هي اللي بتاثر عليك. طيب الفيرتيكال ديسبيسمنت ازاحه الميه نفسها، الميه بتزاح مش الميه اتحركت من هنا لهنا، مش حصل ازاحه للميه هتطلع وبتنزل. الفيرتيكال ديسبيسمنت احسبها ازاي؟ يعني عباره عن ايه بقى؟ لما احب اجيب ديسبيسمنت الفيرتيكال ديسبيسمنت اللي هي زد واحد اللي هي هتساوي نص الامبليتيود، الامبليتيود اللي هو ده يعتبر هو ده اتش، يبقى اتش واحد على اثنين، هاف اتش واحد على اثنين اهو في الكوزاين ويف، في الكوزاين اوميجا تي. مش الميه بتزح الديسبيسمنت على النقطه دي، مش الميه دي طالعه نازله، هي زد طالعه ونازله طالعه ونازله، ده عباره عن مين؟ الويف هايت نصه عباره عن مين؟ امبليتيود. لما احب اجيب بقى ديسبيسمنت عند سنتر تايم، ما ده حاجه انستنتينيوس، اقول لك مثلا عند الثانيه دي او عند الثانيه دي او عند الثانيه دي، عند سنتر تايم اقدر اجيب ارتفاع سطح الكورن دوت ات اني تايم اتش واحد على اثنين اللي هو الامبليتيود في الكوزاين فورمولا. هي اثباتات. الكلام ده كله ليه بروف بس انا بجيب من الاخر. مش عايز اخش في دي ليها بروفز، كل حاجه دي ليها بروفز. بس مش المفروض ان السيستم دي تبقى معتمده برضه على الدايمتر بتاع الكاس؟ لا مالهاش دعوه. يعني السيستم بتاعت البحر معتمده على حاجه؟ بس ليه فين؟ ما هو حضرتك ما هو مش المفروض ما زي حضرتك بتقول يعني كل انا فاهم قصدك. هتلاقي الاوميجا ارجع للاوميجا هي مين؟ هتلاقي الاوميجا داخل فيها مين؟ الاوميجا داخل فيها دي سي، وبص هتلاقي جاي من ال 1 اهي. يعني بتتاثر بارتفاع الكولوم. ده اللي هو الغطس بتاعها. اللي هو كان يعني نزل يعني المفروض لو كان ملك شكل الويف اللي حضرتك بتقول عليها دي، لو كان ملك شكلها المفروض ان الجزء المفروض يكون جوه فوق دوت هو ده الجزء اللي دخل جوه نفس كميه الميه، عارف فاهم قصدي؟ ايوه. فلو انا الدايمتر بتاعي كبير ساعتها الارتفاع بتاعها هيقل. مش بالكونسيبت ده. هقربها لك. هو البريشر هقربها سنه بس. البريشر بيتاثر بالبرسبشن ولا بالهيد؟ هيد. يعني هل البريشر زاع
زودته لما اجي احسب البريشر بتقول ايه؟ رو جي اتش صح؟ هل بقى فرق معاك الدم ده؟ ما فهمت قصدي؟ البريشر برضه بيسبب فرص على ايه؟ ما هي نفس هي ليها بروف بس انا مش عايز اخش في هي ليها بروف كتير جدا الحاجات دي ليها بروفس انا بجيب لي ماشي انا جايبك معاك من الاخر دي مثلا ليها مش عارف معاك بروفس الصوره يعني مثلا اول حضرتك اللي انا عندي كوبايتين ميه بعد واحده كبيره عايز انت بتثبتها عارف عايز تقول ان ده عليه علاقه بالاماج عامه بالدوله هي داخله بس هتلاقي بتكسب بعد في الاخر في الدوله احنا بنعمل انتجريشن للاريا بتاعه مثلا الشكل بتاع ساين ويف مثلا او الكوسين ويف بتاع الويف نفسها واضربه في الويتس بتاعها واحسب نفس الفوليوم بتاع اللي هو اسمه ايه ده واساويهم ببعض وساعتها هجيب لو معايا الاريا ساعتها اقدر اجيب الارتفاع بتاعها يبقى كام مش انا ممكن اجيب لكم افتح لكم بروف بس مش كده خالص انا فاهم انت بتجيبها بس مش كده خالص مش عايز اضيع وقت بالبروف انا عارف انتوا بتحبوا البروف بتحبوا من الاخر انا ممكن اقعد اشرح البروف بس ايه انا بحب البروف بس انا بحب الفن برضه هذا الفن بس انا هقعد احضر بعد انا مو انا رافع ثلاث كتب شفتوهم على الويب سايت بس انا هكتبهم شو صحيح ايوه هتلاقي بقى في الكتاب نفسه تقريبا بروس لو انت عايز تمشي وراهم بقى كتاب بقى كبير قوي ايوه هو لو انت عايز تعرف بقى تراك اللي بقى جاي منين وده جاي منين وده جاي منين هتلاقي الكلام ده كله ده انت خش والحاجه الثانيه ما بيتاثرش كمان بالشكل قد ايه الاريا اللي بيقول لك ايه يعني الشكل نفسه ما بيتاثرش معاك تمام طيب الانرجي بقى الانرجي اللي راحت للهواء يبقى بعمل حاجه ثانيه الانرجي ترانسفير احنا اتكلمنا عليه بقى قلنا في ويف انرجي هل الويف انرجي راحت بكام للهواء؟ جزء منها يبقى دي انرجي اللي راحت لمين؟ للهواء ودي لسه هتخش على مين؟ على التربين شايفين الانرجي ترانسفير بقى في البلاك انا عندي مين؟ ويف انرجي راحت للايه؟ هي دي عرفت انا مش بقول هاف رو اي في سكوير؟ جت هنا اهو فاهم قصدي؟ يعني دي ما تخضعش زي بيتس بطريقه ما هي دي انرجي الهواء كان الهواء بحركه بيستون كان الهواء زي بنزوق الهواء بيستون يعني ده هواء مش اوبن دومين انت فاهم قصدي انت بتقول ايه زي بيتس والسي بي لا هي مش بتقول هنا ايه هاف رو اي في كيو لا هنا الهواء كانه جاي منين بقى انا اللي بحرك الهواء على طريق بيستون فالانبوت انرجي بالنسبه للتربين عباره عن ايه هو ده الانبوت انرجي تمام الانبوت انرجي الاي اير هتساوي بقى الفورس في الديسبيسمنت ده عباره عن مين ديسبيسمنت بور فهمت قصدي ديسبيسمنت بور مش هاف رو اي في سكوير زي ما احنا كنا متخيلين الهاف رو في سكوير ده كان ايه ده كان كينيتيك انرجي اللي كان في الاوبن دومين انما ده عباره عن مين ديسبيسمنت بور اللي هو عباره عن مين يبقى الاف سي في الزد وهذا الورك اوسيليت الورك مش ثابت يعني حسب انا بزقه قد ايه تمام حسب انا ما تلاقي الورك عمال بيتغير طالع نازل اوسيليتري موف اف سي زد 1 فلما تيجي تفك بقى الاف سي هيبقى البريشر في الاريا واحد في الزد واضح خالص طبعا مش عايز اثبت الحاجات دي الحاجات دي طبعا ليها ديفيجنز هي لا هي ليها اثباتات انا قعدت فيها وقعدت اشيل انا قعدت اشيل اثباتات عشان انتوا ما تطلبوش اثباتات تمام انا بجيب من الاخر على طول يعني بس معاد نسبه طول معادله مش هنخلص هتخش بقى في النوع الثاني التوبنج ليه وليه 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 منهم هم برضه بيحبوا الاثباتات مين ده؟ في اريزونا والناس دي لو في كده واحد بعت لي الدكتور واقف عمال يثبت في الماستر في الماستر بيتش دي ما اعرفش مين كان في جامعه عمال يثبت البروفس ما بيحبوا الديفيجنز نفسها مش هي مفيده لا يعني ان انا بعرف الاثبات بس مش فاهم اللي انا بعمله بس هو مش عارف ان انتوا هقول لك حلو وهي حلوه صح ممكن تبقى حاجه اكسترا زياده نفسها الفلوستي بقى طالما هنا عندي بيستون اتخيل هنا بيستون بيتحرك هل سرعه البيستون ثابته؟ لا تمام بيطلع وينزل بالظبط فاكرين السبريكيتنج بامب اللي خلاها في الكومبريسد فلو نفس الفكره بالظبط ساين ويف وهنا في الساين ويف بتديني ديسبيسمنت يبقى في عندي سرعه من البيستون بتبقى ماكسيمم فين؟ في الميد ويك
تبقى زيرو فوق ويرجع ينزل تاني اكسلريت وبعدين ديسلريت. طالما في فاريشن للسرعه يبقى في عندي ايه؟ ستريس اكسلريشن. لان في اكسلريشن بيحصل من الميه، لان هنا سرعه الميه مش ثابته، السرعه هنا اوسيلاتري موشن. فعشان كده هنحسب ايه بعد كده؟ سرعه الميه مش ثابته في دي واحد اهي. هجيبها ازاي؟ الريت دي زد باي دي ده ديسبيسمنت. الزد جت منين؟ من اتش واحد على اثنين كوزاين اوميجا تي. كل الديفيجن بتاعها يبقى ايه؟ بس بالظبط هيبقى نيجاتيف اهو، يبقى اوميجا اتش واحد على اثنين ساين اوميجا تي. تمام؟ الاكسلريشن هتساوي التفاضل التاني دي 2 زد 1 باي دي تي سكوير. خد تاني هيبقى اوميجا سكوير، اوميجا سكوير اتش 1 على 2 الساين تبقى كوساين اوميجا تي اللي هي نفسها تبقى ايه؟ نيجاتيف اوميجا سكوير زد 1. اوسيلاتري موشن، اوسيلاتري موشن لان تخيل كده عندي كورة وفي هنا عندك بيستون عمال بيتحرك حركة اوسيلاتري. تمام؟ حركة البيستون مش ثابتة، هتلاقي حركة البيستون عاملة كده اهو. زي بوستيف أو ريسبريكيتنج بامب، احنا خدناها في الكومبريسيف. هو النيجاتيف هنا ده بيعبر عن عكس الاتجاه يعني. عكس الاتجاه صح. وده بتعبر عن مين؟ إن في ديسيليريشن. مش هو بيطلع فوق؟ بس إيه بيحصل له إيه؟ ديسيليريت. وهو نازل أكسليريت. وبعدين هنا ديسيليريت. إن هو أكسليريت في الحتة دي بس، فاهم قصدي؟ يعني هو بيبدا من الزيرو لغايه الميد واي. هنا في بوست اكسلريشن من الميد واي لغايه هنا نيجاتيف اكسلريشن. يعني الاكسلريشن هو ماشي بس بيبطا ولا بيسرع. يعني امتى كنت الايه تبقى بالاكسلريشن تبقى بالبوستيف لما يكون الزد بالنيجاتيف تكون هو نازل انزل. ايوه بالظبط. ايوه بالظبط. تمام تمام. هو عايش شاطر. هو احنا هنفحص كل القوانين؟ لا هديك فورمولا شيت متقلقوش متقلقوش. يعني عشان كده انا ليه شلت بروفس عشان ما تتخضش. يعني انا مثلا عشان اسلك لك ده هتلاقي في سلايد عشان لازم تتقوم ده وسلايد عشان لازم لك ده وسلايد فهتلاقي الموضوع مليان ايكويشنز. فانا عارف الايكويشنز كتير. خلينا نقول دي هنا كده من الاخر. يعني دي الخلاصه والرولز هتبقى موجوده ما تقلقوش. ماشي انت بس حل في الامتحان. تمام ما تقلقش. زي ما قلت لك تكون ماشيت حتى النوع الثاني والثالث والثالث في رولز تكون في كل حاجه مختلفه عن بعض. اه مختلفه عن عادي. ما عشان كده احنا بنقلل الموضوع. بعد ما جبنا بقى البي واحد والبي واحد نحسب ده البي اير بقى ضغط الهواء. انا حسبت الفورس عشان اجيب البي اير هجيبه ازاي بقى؟ الفورس فين؟ السرعه نفسها. ده الباور. دي الافيلابل الباور اللي في مين؟ هي دي. يعني بدل ما اقسم على ده بدل ما اقسم على هاف رو هتقسم بقى على مين بقى؟ الباور هتبقى اف سي مين؟ في السرعه نفسها اللي هي دي زد واحد باي دي تي. فهمت قصدي؟ اه. يعني هي مش بيور ما تخضعش لمين؟ بالظبط كان الهواء بيتحرك ببيستون. طب بيتس قال لي ان الفلو دايما ثابت. ستيدي فلو انما هنا فلو اوسيلاتري كان التربينه داخلها اوسيليشن. فدي ما تخضعش لمين؟ لبيتس. بيتس قال ايه؟ عندي رومين قال انت الدنيا راكبه اهي. تمام؟ والفلو از كونتينوس ثابت. هل الفلو كان دخلها بس مش؟ لا. فما ينفعش. تمام؟ طيب الدي زد باي دي تي انا جبته من فوق اهو اللي هو اوميجا اللي هو دوت الفيلم ده اف سي. تمام؟ والاف سي هتفكها تحط مكانها مين؟ الاف سي زي ما هي. تمام؟ البريشر بتاع الاير مضروب في الاير اهو. طيب بالنسبه للبي واحد سرعه الهواء هنا اهو زي ما احنا قلنا قليله جدا. فعشان نركز التربينه بيركبها في كروس سكشن اصغر لان احنا بنعمل بيضيق الكروس سكشن عشان يزود سرعه الهواء. ايه اللي بيحكم ده وده؟
الكونتينيوتي ايكويشن. من الكونتينيوتي ايكويشن اهي الكونتينيوتي الام واحد بتساوي ام اتنين المسك سيدي ستيت سيدي فلو. فالرو واحد اي واحد بي واحد بتساوي رو اتنين اتنين بي اتنين. تقريبا الهواء هنا الدنسيتي طبعا بينضغط بس الفاريشن مش كبير. هنعمل ابروكسيميت الدنسيتي تقريبا كونستنت يعني مش هو الضغط مش هاي بريشر امبريشن. لا هنا مش بيضغط ده هنا يا دوبك ايه سطح ميه بيضغط هواء فمفيش تغيرات كبيره في الدنسيتي فاولموست ان كومبريسيف. فهنا اقدر اقول ان في 2 هتساوي في 1 في ال 1 على ال 1 حسب الاريا ريشيو هتلاقي ان سرعه البي دي بتزيد. انا بقى اللي بعمل ديزاين لو انا عايز اسوي التربينه ياخدها مثلا 10 والهواء اللي جاي تحت مثلا بواحد يبقى انا اضيق. هنا بقى الديزاين بتاعك زي ما احنا بنعمل كده ديزاين ونقعد نحط ديفيوزر والحاجات دي واضح يا ناس؟ طب النوع الثاني وده يعتبر يعني فيه كويشنز اكتر لان ديجري اوف فريدم زادت. النوع الاولاني كان فيكسد اللي هو ايه؟ الفيكسد ستراكشر ليه ناتشرال فريكونسي واحده. دلوقتي بقى نوع فلوتنج بقى فيه اثنين ناتشرال فريكونسي. ما اللي هو بيتحرك بالظبط ما هو برضه بيعوم هو برضه نفسه اوسيليت يعني هو اوسيليت في نفس الوقت. يعني في ناتشرال فريكونسي فريم وفي اوسيليشن ثاني بيحصل اللي هو برضه ايه؟ اوسيليت اصبح زي كان المبنى عمال بيتحرك معاك ما بقاش ريجيد. فهنا هتلاقي فيه اثنين ناتشرال فريكونسي الفريكونسي بتاع الكولوم وفي فريكونسي اسمه الهيف ناتشرال فريكونسي. الهيف اللي الواحد بيتنفس كانه المبنى نفسه طالع نازل معاك. احنا هنعمل ديزاين على مين؟ الاوبتمايزد كيس اللي هي الريزونانس تخطوا ريزونانس لما بيحصل تقابل فبيحصل ماكسمايزنج للويف نفسها. تسمع ان دورك لو وصلت لو الزلزال الفريكونسي بتاعه وصل للفريكونسي بتاع المبنى بيقع ده اسمه الريزونانس. سمعت عن الكلام ده في نفس الكلام. فالديزاين بتاعي انه بيساوي الناتشرال فريكونسي بتاع مين؟ بتاع الووتر مع النيف ناتشرال فريكونسي تمام؟ الستركشر نفسه هيستحمل ما بقى هنا بقى ديزاين هنا بقى ديزاين هنا بقى ده اسمه ريزونانس. احسن حاجه انهانس الريزونانس في الاجريتمنت احسن بقى ماكسمايزنج اللي هي اقصى حاجه اقدر اوصل لها. يبقى اوميجا سي هتساوي اوميجا زد الاف زد بقى بتساوي ايه؟ اوميجا سي احنا حسبناها اهي او الاف سي الفريكونسي بتاع مين؟ نجري الهيف الهيف اللي هو بتاع الاوسيليشن بتاع الاستراكشر نفسه اللي هو الفلوتنج بنحسبه ازاي؟ ده مرتبط بمين بقى؟ بالانرشيا بتاعته. ما هو الانرشيا او الماس بنحسبها ازاي؟ الهيف فريكونسي ده النوع الثاني. الهيف ده اتنين الفلوتنج oscillating water column الهيف فريكونسي الهيف فريكونسي. هنا الديزاين بيتم اللي بيساوي الفريكونسي بتاع الكولوم بيساوي الهيف فريكونسي زد ده الكولوم ناتشرال فريكونسي وده الهيف ناتشرال فريكونسي. هو ليه عمل كده؟ استغل الاوسيليشن بتاع الايه؟ الفلوتنج كولوم ذات نفسه ويساوي ده بده. هنا بيحصل حاجه اسمها ريزونانس ريزونانس اقصى حاجه تمام. الهي فريكونسي بتساوي منين؟ اف زد يساوي 1 على كل بار فلوت الدي رو في جي اللي هي ماكس رو في جي في تي دبليو بي الووتر بليت اريا الووتر بليت اريا تمام. هنحسبها دلوقتي الـ A دبليو بي الووتر من الـ A مقسومة على A زي الـ M ووتر تمام؟ الـ M
دي الماس بتاعت الاسوريتي كول، والام ووتر ده الادد ماس. يعني الكول نفسه ليه ماس بقى داخل معايا من الاسوليت، ما كانش داخل قبل كده اللي كان ايه؟ ما كانش ليه اسوليشن، كان فيكس. وفي ماس دخلت جوه فلازم داخله معايا في الرقم. عارفين دي شبه مين؟ هناك كانت ال زائد ال داش، ال زائد ال داش نفس الكلام بس دخل بصوره ما في الهيت فريكونسي بتاع مين؟ الكل نفسه. طيب الووتر بلين ايه اللي بحسبها ازاي؟ الووتر بلين ايه بتساوي باي على باي الدي اوت سكوير ناقص الدي واحد سكوير. فين الدي اوت؟ اللي هو ده. وفين الدي واحد؟ اللي هو ده. يعني هو بياخد الاريا اللي بره دي مؤثره معايا، لان دي اصبحت بتاثر معايا. الاريا دي الاريا الثانيه اللي هي الدي ودي. الووتر بلين اريا اللي انا اصبحت بتاثر معايا، اللي هو فلوت والميه معاه اوسيليت. فاصبح بيتاثر او بيتارجع معايا. ففي زي كومبايند افكت، ما بقاش افكت واحد بقى في اثنين كومبايند افكت اللي هو. او في اثنين فريكونسي داخلين معايا في الاعتراض. ماشي؟ الماس اللي داخله بقى بتاعت الماس بتاعت الكون هتساوي ايه؟ الام. رو في الدي في الاي بتاعت الكلين وول. الرو دينستي في الدي، الدي اللي هي دي الحته دي الدبس دوت اهو. تمام؟ مضروب في الايه؟ في الووتر كلين ايه؟ الام. رو في الدي مضروب في الـ. واضح للناس؟ طبعا ده كله ليه بروفز وليه اثباتات، المسائل بتيجي على طول بتحلها ايكويشنز، بس افهم السيستم وماشي هو ده بيفك السيستم. طبعا هنا احنا داخلين بقى في اوسيليشنز او فايبريشن. لو بصيت في الكتب عارفين كان بيحلوا ازاي؟ كان الفورير والفكك البيت. لا بيحلوا في ماس درينج سيستم فايبريشن احسن، يعني بيعملوا حاجه عامله كده ولكن زي الدمبر وحاجات كده. ماس درينج سيستم تحط فايبريشن هو هتكسب ده حل. ما هيحلوا ازاي؟ سيستم اوسيليت تحط فايبريشن ايوه ماس وليها دامبنج وليها سبرينج وعماله يحصلها اوسيليت وبيقعد يحصل بقى الحاجات دي كلها. يعني الموضوع كده دخل في اتيتيود تاني خالص. فانا بقدر الامكان بحاول اديك الايه؟ من الاخر ووصل ايه؟ عشان كده مش عايز اخش في تفاصيل. فهمت قصدي؟ مش عايز اخش في مش عايز افتح. انا دوبك ايه؟ بحاول اديك من الاخر وعامل بس ما اقدرش اهرب منه. ما هعرف منه ازاي؟ بقول لك فين اللي عاجبك الرينجز؟ هقول لك حدث الويب والويب تربل طب انا مرتبط بالسيستم. يعني الحته دي فيها حته فايبريشن على حته ويند على حته ويب، يعني انت دخلت في حته فيها ثلاث حاجات مع بعض. الناس فاهم قصدي؟ انا برضه يعني الفايبريشن داخله بس انا هحاول اتجنبها. مديك من الاخر احنا وصلنا لها. مين كان بيسال؟ حد بيرفع ايده؟ دي الايكويشن دي مشابهه للايكويشن بتاعت صحيح صح برافو عليك صح. ما هو بيقدرش بالظبط هو حاجه طبعا لازم تبقى مظبوط برافو عليك السكر ايه. طيب التربل انا ليه بعمل ده كله؟ انا كل ده كنت شغال فين؟ حته الاوسيليتنج ووتر صح؟ اطلع بقى فوق. يعني كل اللي فات ده كنت بتكلم على مين؟ الميه الاستراكشر. بتكلم على الاستراكشر والاوسيليشن بتاعه تمام؟ وصلت لايه في الاخر؟ الانرجي بتاعت الايه صح؟ او الباور بتاعت الايه؟ مش انا كان عندي هنا ويف بي ويف؟ البي ويف بتحول لمين؟ الى بي اير، اير باور. المفروض ان الاير باور ده هتروح بعد كده؟ الناس فاهم قصدي؟ ما ده ترانسميشن. انا عندي ويف حولتها الى اوسيليتنج كولوم وبعدين في الاخر فوق هركب بقى مين؟ التربينه بتاعتي. ده السيستم كله على بعض. طيب التربينة بقى اللي عمل الكلام دوت ادي السيستم بتاعه. انا كنت بدرس السيستم بتاعي الاوسيليتنج بتاعه والهواء باخده على مين بقى؟ ادي التربينة بتاعتي اللي فضلت. التربينة دي بقى عامله ازاي؟ ليها سبيشال ديزاين. هي ما تبقاش تربينة بالتربينة لا، زي ما انت شفت في الفيديو وزي ما انت شفت في الكلام اللي انا بقوله ان هي تبقى ايه بقى؟ بيعملها من سيليكتريك الفويل سيمتريك اير فايل ويل ستيرب ويل ستيرب. ده السيستم كله على بعض ده كده بتاخد السيستم كله على بعض هذا هو ده شكل التربينه اهو.
مثلا السيمتريك الفايل ده شكل الهب. الهب بتبقى عامل كده دي الهب. بس هنا الهب ليها وشين فوق وتحت، يعني برضه في هب ثانيه فوق اهو. الناس فاهمه؟ ما مره الهب بيجي من فوق ومره الهب بيجي من تحت. الناس فاهمه؟ يعني الهب مش جاي في اتجاه واحد. وحط البليده تبقى الطرفين، لا بصه تحت ولا بصه فوق، بحيث ان الهواء مره يجي لها كده ومره يجي لها كده. تمام؟ الانجل هنا كام؟ زيرو. عند انجل زيرو. المفروض طبعا في التربينات العاديه بتبقى واخده انجل كده اهو، بتبقى بصه للهواء. بس انا غصب عني عشان يعمل اعتبار ان برضه الهواء هيجي لها برضه من فوق في السايكل الثاني او النص الثاني من السايكل. كلام مش جديد، كلام الويت. تمام؟ هتلاقي ادي لو خدنا بليده زي ما عملنا في الويت هنعمل ايه؟ احسب البيت والدراج اللي على مين؟ الفويل. على الفويل، بس انا عندي تو موشن، ممكن ابورد اللي هو بره جاي من تحت، وممكن داونورد يعني هو فوق، الاثنين زي بعض بس ميرور ايمج. زي ما عملنا في الويت بالظبط، مفيش كل الكلام هتلاقيه متعاد. يا بس الحته زي ده كانت فين؟ في الويف. هتلاقي ده كلام كله اهو قال لو راجع كده كده الهواء لو الهواء جاي من تحت. تمام؟ الهواء جاي من تحت ادي داخل ده اهو. البليده دي بتمشي ازاي؟ يمين ولا شمال؟ شمال. شمال لان الهواء لازم يجي لها يمين، فلازم هي تمشي شمال. ده البوست بتاعها، فده اليو دي اليو. تمام؟ الهواء بيبقى جاي اهو اكس سي 1. البليده بتبقى شايفه مين؟ الريزلتنت بتاعها شايفه مين؟ شايفه الدبليو. ريليتيف. ريليتيف. برافو. ريليتيف اهي. شايفه ريليتيف دبليو 1. فين الانجل اوف اتاك؟ والفلو داخل اكسل. طب في حساباتي بتحسب على مين؟ البليده دي ليها هايت صح؟ مش ليها هايت؟ يعني انت بتحسب فين؟ بتحسب هنا عند التب ولا في النص ولا عند الهب؟ الناس ما قصدي؟ السكشن ده فين؟ نص. المفروض الصح ان احنا نشتغل زي ما عملنا في اساسات الميد تيرم، عملنا ايه؟ سكاشن. لما انت ما قسمتش في حته واحده المفروض ايه؟ نقسم سكاشن. احنا هنحل هنا عند مين؟ الافريج. بس هو الصح نقسمها سكاشن. ده الصح في كلمه سريعه عندها في تحت الشيت قسمناها 10 سكاشن. في الفاينل كانت سكاشن بس. وفي الميد تيرم كانت بالظبط. يعني انا مش فاهم، هجيب واحد بتاع ويف يعمل لي انا بس بتاع التربينه اللي
حته واحده يعني ما انا ما اقدرش ان انا تعالى انا بتاع بيه انا بتاع كله انا الحاجات دي كلها هو السي 2 بتعبر عليه يعني سرعه الخروج مش الهواء داخل ده الهواء اللي قبل التربينه ده الهواء اللي قبل التربينه طب والتالي الاثنين تبقى ايه؟ سرعه الهواء النسبيه تمام ما الهواء مش داخل هنا وهيخرج زي ما كنا بنعمل في البامب تمام انت بتقول كده في البروسيس فلو مش بس بتدي الترانجل واحده يعني السرعه الفعليه المفروض تكون 2 بس يعني بسبب انها بتتحرك بقت بالظبط عشان هي تتحرك مال شويه وال يو وال يعني الكلام ده بتعمله في التيربو مش في الكومبريسبل فلو او الكومبريسبل بس من ان الترانجل وبقى الاوت الترانجل انا فاهم قصدي حضرتك وفاهم المسلسل ده بس المسلسل ثاني بتكلم احنا لو ما كناش بنعمل الحركه دي ده كنا لسه المسلسل الاوت اللي داخل ما كناش بنعمله بالظبط ما كناش بنعمله فاهم ماشي اه بس ده الاكس ترانجل عامل السنين والاكس وان الفلو داخل اكسيال وبيطلع طبعا بسبب السوير الايه الماجنت كده تمام واضح الناس المفروض نحط بعد كده نحط بقى الليفت والدراج تقول الاستشاري يعني نحط الليفت والدراج هنا نعمل ابروكسيميشن عارفين ايه الصح؟ ايه الصح؟ انا هقول الصح بس مش هنعمله انا هنعمل ايه؟ الابروكسيميشن هنسهل هنا هنعمل تسهيل ايه التسهيل اللي هنعمله؟ عشان احسب ليفت ودراج بتحسب بيزد على مين؟ اليو افريج برافو عليك الافريج الافريج ريليتيف فيلوسيتي اللي هي الدراج يمين المفروض مش بنحسب الدراج يمين بس مش هنعمل الكلام ده. انا هعمل بيست على مين؟ ده ابروكسيميشن. ماشي؟ انا المفروض فعليا المفروض اجيب الدبليو مين دي ودي. تمام؟ ابروكسيميتلي خلاص كان هبني حساباتي على مين؟ دبليو واحد. في اتجاه دبليو واحد ده مين؟ اهو. ده الدراج. بس انا دكتور طب ما احنا في كورس الويند ما حضرتكش بنحسب على الدبليو مين. ده كان ابروكسيميشن. برضه؟ اه. ده كان المفروض اكمل واجيب الدبليو مين نعمل مسلسلات. لكن كده مسهل هتبقى. انا بسهل الموضوع بس فعليا المفروض انا ما كنتش بكمل بس بقول لك هو ده مسهل في نعمل الكلام ده. بس ما تفرقش كتير قوي يعني مين لا لا تفرق قوي. المفروض ده الصح. الكود ديزاينر بيعمل اعتبار كل حته بتحصل. يعني كل فسفوسه بتحصل وكل مش عارف ايه ده ديزاينر بس عينه في وسط راسه. ده ماشي فين والهواء رايح فين. يعني انا ابروكسيميت طب انا في البروجكت مع حضرتك سميت قال لي واحد مش عارف بيقول ايه ماشي ابروكسيميت اوكي هو الصح هو انا شغال ابروكسيميت ماشي كده احنا بنعمل سي اف دي ما لما بعتمد بعد كده على السي اف دي هو اللي بيظبط الموضوع هو بيحسبها يعني انا في حساباتي بعمل ايه؟ دي المانوال كالكوليشن بس السي اف دي هو بيحسبها فعليا جوه تمام ماشي يبقى ادي دي يوازي مين؟ وادي مين بقى فيها ليفت الليفت فوق ولا تحت؟ لا كده كده فوق ها عمود على الدبليو مين الليفت عمود على اليو بالظبط ادي الليفت تمام اهو دي فورس اهي دي الاف ظبطت هحللها السي كومبوننت اف دراج دي الثلاثه اهو نفس الابروش ده مين اكسل لا التنجنشن ماشي كده مع اليوسر ده اكسل ما دي الاكسل دي اكس اكسل اكسل ودي واي التانجنشال هم مفتوح البروجكت واضح للناس الزاويه دي الزاويه كلها ليه مين واضح للناس واضح للناس يعني الكلام ده كله يعني اظن شفناه قبل كده مش جديد اعتقد ده يعني مفيش اي حاجه وهتكمل بعد كده خلاص نفس الروز بقى اللي جاي الروز هي هي هنشغل بس بروجيكتور في 16 البريد ماشي طبعا على اليمين اهي ناخد بريك ماشي فوتو بريك لو عندي حاجه تحت ممكن تشيلها ماشي ولا ده كده علينا انا كتبت القوانين تاني يعني اعتقد القوانين دي كلها احنا شفناها قبل كده هي نفس اللي غلط في كده انت كنتش معانا انا كنت بشوف السلايد عشان انا محتاج يعني انت ما كنتش معانا بس هو اللي كانوا معانا الناس دول كده هم كانوا ما كنت بفتح اشوف السلايد بس انت ما خلصتش الحاجات دي برضه ما خلصتش الحاجات دي
خدناها الليفت والدراج والتسليشنز. طيب سريعا الليفت هيساوي ايه؟ دي حساباتنا الويز درن، حسابات اللي هي وينت درن عادية، بس الاختلاف في السورس اللي داخل اللي هي البي دي نفس الكالكوليشنز. هتقول الليفت يساوي سي ال هاف رو في اريا البليد في مين؟ في دبليو 1 سكوير. المفروض انا عامل ابروكسيميشن، المفروض ناخد مين؟ دبليو مين. بس احنا عملنا هنا ايه؟ دبليو 1. ده نوع من التسهيل، احنا بنسهل اهو ابروكسيميشن. بس هو الصح فعلي اجيب الدبليو مين للواحد واثنين. تمام؟ الدراج هيساوي سي دي هاف رو اريا بليد في دبليو 1 سكوير. خلي بالك من حاجه، الرو هنا مين؟ هوا. هوا، اوعى تحطها له ميه. ماشي، دي الرو اير. ماشي؟ مش رو ووتر. تمام؟ قلة البليد، قلة البليد بتساوي ايه؟ الكور بليد. يعني هي راكبه كده اهو. ادي كده عامله كده وعامله كده زي راكبه في التاكس. هيبقى الطول اتش في الكور ال. هيبقى هنا اتش في ال. تمام؟ طيب الاكسل فورس اف دي اكسل فورس والواي دي تانجنت بنحسبهم ازاي؟ نروح في الرسمه اللي انا رسمها تمام؟ عايزين نجيب الاكسل فورس هتبقى ال كوزاين الفا زائد دي ساين الفا. بص على الرسمه نفس الابروتش اللي احنا عملناه في البوينت الاكس تساوي ال ساين الفا زائد دي كوزاين الفا. الثانيه هتبقى ال التانجنس هتاخد الكومبوننت دي تبقى ال ساين الفا ناقص دي كوزاين الفا. هنا بس ال ساين دي في دي كوزاين انا اسف انا عكسته ولا ايه؟ يبقى ال ده صح كلمه كوزاين دي ال كوزاين ودي ساين دي تبقى ساين ناقص دي كوزاين. التانجنت بتعمل ايه؟ الترك هي اللي بتعمل الترك والثانيه بتعمل ايه؟ ستريس. بتعمل ستريس. الثانيه بتعمل ستريس على البليدر. فالمفروض الديزاينر بقى الشاطر انه ايه بقى؟ يزود الفويل مع الفلو كونديشن انه بنحس انه يزود الواي يبقى الاكس. ده شطاره المهندس نفسه. تمام؟ بس ماشي. نيجي بقى للبوك. الباور اوت دي دبليو. ده من اليمنت. تمام؟ هتساوي ايه؟ عباره عن عدد البليت غالبا بيبقوا 8 على حسب الجيفن مضروبه في يو افريج مضروبه في مين؟ في الاريا او الفورس القديمه. احنا قلنا نحسب عند مين؟ امين عمين خلاص انا بحسب حساباتي على مين؟ دبليو والواي على مين؟ هو هنا ليه عامل دي دبليو؟ عشان المفروض اعمل انتجريشن المفروض يقسم بس هو ده الصح. المفروض نعمل دبل زي ما كنا بنعمل في الويت سيكشن واحد اثنين ثلاثة ويقعد يقسم ويحسب بقى دي دبليو واحد دي دبليو اثنين دي دبليو ثلاثة زي ما عملنا في مسألة الهوريزونتال فاكرينها؟ بجد في الامتحان مسألة الهوريزونتال مش قسمنا ثلاث سكاشن وقعد يحسب الباور وكل سكشن مش هنعمل الكلام ده هنا. هو كأنه هو ايه بحسب على مين؟ على مين بس؟ بس وخلاص. ماشي؟ لأن المسألة فيها جزء ويف وجزء اوسيليشن وجزء ايه؟ تنفل عشان ما تعمل حاجات. طيب ممكن برضه زي ما خدت في الويت اعبر عن الايه؟ الفورس ايه؟ كوفيشنت. فكان زي الليفت والدراج، مش انت بتقول الليفت كوفيشنت في حاجه والدراج كوفيشنت في حاجه؟ نفس الكلام ممكن اعبر عن الاكسيال بمعادله ثانيه، يعني دي الاكس دي هتساوي ايه؟ سي اكس ار رو اريا في دبليو 1 سكوير، ودي هتساوي سي واي ار رو اريا دبليو 1 سكوير. مين ده ومين ده؟ ايه اسمه اكسيال فورس كوفيشنت وده اسمه تانجنت فورس كوفيشنت. حسب الجيفن ممكن في المساله يديني ليفت ودراج وممكن يديني مين؟ سي اكس وسي واي زي مساله الويند. انا بقى ممكن يديك ده او يديك ده حسب الجيفن ديتا. الفورس هنا طالما الفلو جاي من بريشر ديفرنس الافيلابل الافيلابل يبقى هنا هنقول ايه بقى؟ الباور اللي طالعه او الفورس اهي الاكسيال فورس نفسها دي ممكن احطها على صوره ايه بقى؟ ده بريشر ديفرنس يبقى بي 1 ناقص بي 2 وهنا الفلو جاي بي 1 ناقص بي 2 في الاريا اللي بيأثر عليها اللي هي 2 باي ار دي ار. ده لو بتكلم على مين؟ على الاليمنت.
لو هشتغل على الافرج اريا باي سكوير هتاخد بقى مين الاجرام اريا باي على 4 دي سكوير اوت نوت اوت ناقص دي سكوير اوت تمام يعني ده لو هشتغل على ايرنت بياخد شريحه بياخد شريحه انا اريا شريحه ستريت تمام بس انا طيب هشتغل عليها على بعض عند الافرج فحسابتها تبقى ايه عن اريا كبيره عندي بس طبعا الحل فيري رف غير ابروكسيميت مش مظبوط المفروض ان احنا نقسم شكل الكلام ده المفروض يساوي دي فورس الفورس دي هيساوي الفورس دي اللي هي دي يبقى سي اكس في ار برو اي دبليو 1 سكوير دي الفورس اللي على مين؟ على بليده هقدر ارفع عدد البليده يبقى زد تمام؟ طيب المفروض لو انت وديت الناحيه الثانيه تمام؟ انا برضه عندي من الترينجل ده اقدر اجيب ساين الفا اسوي ساين سي 1 على دبليو تمام اقدر اقول دبليو 1 اسوي سي 1 على ساين الفا تمام اعوض عن دبليو 1 فوق هيطلع لي معادله هي اسمها بي ستار تمام لما تيجي تعوض فوق البي ستار اهو في الاخر من المعادله دي بي ستار يساوي بي 1 ناقص بي 2 على هاف رو سي 1 سكوير الكلام ده هيساوي من التساوي هيساوي زد الكوفيشنت الكورد مقسوم على الاريا 2 باي ايه البي ستار ده؟ احنا خدناه في الويند كان اسمه ايه؟ سي بي سمول مش بي كابيتال اللي هو اسمه ايه؟ بريشر كوفيشنت بريشر كوفيشنت ده بيسموه normalized non-dimensional pressure drop هو نفس الاكسبريشن non-dimensional pressure drop طب نيجي بقى للوسس هل كل الباور اللي داخله على التربينه بقدر استغلها؟ لا اجي بقى للتربينه في عندي اثنين وسس اول وس نتيجه لمين؟ دراج 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 فورس اللي هي الحته دي مش البليد عايز تمشي يمين شمال؟ في كومبوننت في الفورس دي بترجعني ورا ففي دراج فورس فاول نص عندي في اثنين نص عندي اول حاجه هنبقى نقول النص دي دبليو اف ده بتاع الدراج ده هيساوي ايه؟ الدراج فورس تي دي مضروبه في دبليو واحد ماشي ده الدراج فورس بتاعي في نص تاني نتيجة ايه بقى؟ ان الفلو خارج من التربينة بسرعة سي 2 مش ده يعتبر نص؟ ما انا ما خدتوش هل انا استفدت كل السي اللي داخل؟ انا حولت باور جزء وجزء اترمى ما ده يعتبر نص عليا عشان كده نركب روتر تاني ده الروتر بيستغل بيعمل ريكفري ففي نص تاني اللي هو ايه؟ دي دبليو كي اللي هو الكراتيك انرجي نص ده هيساوي بقى الاكس بوس اللي خارج اللي هي ها سي 2 سكوير كام دوت تمام الام بحسبها من الكونتينيوتي هتبقى الاريا دي اريا في الرو في السي 1 طبعا هنا ده ضروري إيه؟ لو بتكلم على شريحه او اليمنت هيبقى ايه 2 باي ار دي ار لو انا بقسم انما هنا مش هقسم هناخد الدنيا كلها هتبقى ايه باي على 4 دي سكوير ناقص دي سكوير دي اوت تمام الافشنسي بتاعت التربينه اسوي ايه؟ كافشنسي انا خدت كام ودفعت كام؟ الافشنسي بتاعت التربين الديرا دايناميك افشنسي عشان كده ما بقاش اسمها باور كوفيشن اسمها افشنسي هتساوي ايه؟ الورك اللي طالع من التربينه عن الانبوت الانبوت عباره عن ايه؟ هو المورد اللي خرج زائد النص بتاع الدراج زائد النص بتاع الكينيتيك وده طبعا انبوت انا خدت منه مين؟ اخدت المورد بس وده اترمى معايا فهي ما تخضع لمين؟ في البيتس ماشي في شويه بارامترز بيهموني طبعا في الديزاين بتاع ويل ستيربل احنا سمعنا عنهم قبل كده حاجه اسمها فلو كوفيشنت فاي دي بتساوي سي 1 على الافرج
فلو. عارفين ده شبه مين؟ تيب سبيد ريشيو. تيب سبيد ريشيو بس ده اللي هي يو على سي، هنا بيقول سي على يو. في حاجه تاني اللي هي الهاب ريشيو. الهاب ريشيو هنا بقى بنتكلم على الديزاين اللي هي سو دي هاب على دي تيب. دي شبه الاسبيكت ريشيو. الايه؟ دي شبه الاسبيكت ريشيو. الاسبيكت ريشيو اللي هي ايه؟ هي دي. دي الاسبيكت ريشيو اللي هي اتش على ايه؟ دي بتاعت الاير فايل. الاسبيكت ريشيو اللي هي بتساوي السبان على الكورد. الهاب ريشيو دي على دي اسمها النيو. في سوليديتي، كل ده احنا خدناه في الوين. السوليديتي اللي بتعبر عن مساحه البليت على المساحه الكليه. الحاجات دي هقولها المره الجايه بتاثر على البرفورمانس. انا بس هقولها دلوقتي وهقف هنا. هشرح بقى المره الجايه تاثير كل افكت على البرفورمانس، لان مطلوب مني انا كمهندس اعرف البيهيفير بتاع التربين. يعني ايه بيهيفير؟ انا هعمل سيلكشن. هل البيهيفير او الكاركترستكس بتاعت التربين ماشيه مع السايت ولا لا؟ عارفين الماتشنج؟ زي التربينه. السايت ليه ويند بروفايل والتربينه ليها بروفايل، هل الاثنين راكبين على بعض ولا لا؟ ما انا بعمل ماتشنج. وازاي احدد البيست سيلكشن؟ السوليدتي هتساوي قله التربينه اللي هي 2 ان زد على الفئه الكليه باي دي تيب 1 زائد 2. في هنا برضه بيبقى سيت كليرنس، لازم سيت كليرنس ما بين التيب والهاوسنج، وده برضه مهم معانا. الكليرنس ريشيو البليت تيب كليرنس بيساوي الكليرنس اللي عند التيب مقسوم على دي. ماشي؟ واضح الناس؟ هقف هنا طبعا هكمل مرة تانية هقف كمحاضرة يعني. احنا كده كام مسألة بسرعة؟ مسألة سهلة. مسألة سهلة. عشان تدخل بس بريك 5 دقايق. ناخد بريك ماشي، بريك 10 دقايق.